السلام عليكم يا باشمهندسين، اتمنى تكونوا كلكم بخير. سامحوني النهارده انا عيان وصوتي ضايع، بس قلت ابتدي اعمل فيديو خلاص، فلو يعني مش محضر قوي ممكن اتلخبط. انا اعتبره الفيديو ده دردشه وبدايه للفيديوهات بعد كده، زي ما انتوا طلبتوا. احنا عندنا النهارده هتكلم على 3 حاجات رئيسيه، useful tools كده ممكن تستخدمها، وحاجات كريتيكال في الديزاين كده قابلتني عاوز افتح فيها معاكم كلام، و انترودكشن للساب و انترودكشن للستيل ديزاين بالكود المصري. بعد كده هيبقى في فيديوهات لوحديها للساب والروبوت. يعني انا بصراحة نفسي اعمل حاجة للساب والروبوت للستيل وير هاوسز. ما هو الساب معروف، زي ما زميلنا برضو نزل لينك لفيديوهات على اليوتيوب للساب، بس انا عاوز ابقى يعني متخصصين اكتر في الحاجة اللي تنفعنا. ونفسي انتوا كمان تقولوا لي انتوا محتاجين ايه بالظبط. يعني انا عاوز اعمل عن الساب وعن الروبوت، وهكمل على ايديا برضو. يا ريت انتوا تساعدوني وتسالوني مثلا في حاجات، او تقولوا لي احنا عاوزين مثلا فيديو عن الموضوع ده، وانا هحاول على قد ما اقدر انزله. فنيجي لاول حاجة اللي هو اليوسفل تولز. في حاجة عندي اسمها سناجت تول ده بقى هو اصلا اللي انا بسجل فيه الفيديو، فانا هنزله لكم في اول كومنت. فيا ريت برضو يعني نفيد بعض. واللي عنده حاجه ممكن يعمل عليها فيديو بسيط كده، حاجه قابلته، ممكن اصلا كلنا ساعات بنبقى مضغوطين في الشغل، ممكن حد مثلا يبقى فاضي ممكن يعمل حاجه يفيد بيها بقيه الجروب. خلاص، السناجت تول ده ده برنامج حلو جدا، تقدر تنظم بيه الكالكوليشن ريبورت بتاعتك، تعمل اي برزنتيشن، تسجل فيديو، حاجة زي الفوتوشوب كده بس بسيط جدا، تقدر تستخدمه في مليون حاجة. انا بصراحة ما يعني اول حاجة بسطبها على اي جهاز جديد عندي هو السناج تول. فتعالوا نشوف كده مثلا كالكوليشن ريبورت. بص، الكالكوليشن طبعا اللي بياخد الاوتبوت بتاع الساب او استاد ويحطه في الكالكوليشن ده، يعني بصراحة انا ما يعني بكره الكلام ده. لازم الكالكوليشن ريبورت تكون بروفيشنال واللي وراك يقدر يقراها، تمام؟ ففعلا السناجت ده يقدر ينظم لك الكلام ده. بتاخد بقى صور سناب شوتس من الاكسل، من الساب، وتقدر تكتب على سناب شوتس دي وتفهم اللي بيقرا الكالكوليشن وايه اللي انت بتعمله بالظبط، تمام؟ تاخد حاجه جزء 3 دي وتعمل زوم عشان الليبلز تبان مثلا كده. يعني بصراحه انا بنصح اي حد ان هو يجربه، يعني نزل جربه وهوريكوا اهو الكالكوليشن مع بعض. شوف يعني شكلها بيبقى بصراحه منظم. انت عايز تاخد مثلا حاجه توري له اللودز، هي اللودز بتبقى مكتوبه بس في ناس كتير ما تعرفش تقراها. انت ممكن تروح واخد سناب شوت وتقول له الويند دايركشن من هنا هيعمل لك اللودز الفلانيه، اللايف لود واخده كذا، لو خدت 2 دي هيبقى شكل اللود عامل كده. فبصراحه انا شايفه كويس جدا، حتى مثلا في حاجه زي الكونكشن، يعني ايام الليمكن الله يرحمه، الليمكن اصلا البرزنتيشن بتاعته وحشه بس بيطلع لوحه دي اكس اف، فانت ممكن تاخد اللوحه وتاخد ال 3 دي فيو كده بيبينه وتروح منزلهم هنا. دي هتخلي اللي بيقرا الكالكوليشن يفهم، وفي نفس الوقت انا بصراحه يعني انا لازم الكالكوليشن اللي انا اعملها او البرزنتيشن اللي انا اعمله ابقى راضي عنه وانا بقدمه، ما اعرفش اعمل حاجه واقدمها وخلاص، حتى لو حاجة بسيطة. يعني انا معايا حاجة بسيطة تانية اهي برضو، ده ميزانين صغير كده عملته بيه، ما بياخدش وقت. ما هي دي الميزة، ان انت الكالكوليشن بعد كده هتبقى عاملة زي التمبلت، انت حاطط فيها العناوين الاساسية بتاعتك مش هتغيرها، وتقعد تملى بقى الديزاين وتاخد الديزاين اللودز الدروينجز النمبرز بتاعت الفريمز مش عارف ايه الكونكشن اللي في الاخر، لو عندك حاجه مثلا هيلتي برضو تقدر تاخدها وتنزلها في الكالكوليشن بتاعتك باستخدام السناكت دي. زائد برضو هنزل لكم معاه برنامج كده بيعمل داونلود للفيديوهات اللي على اليوتيوب، يعني اللي ما عندوش السوفت وير ده برضو حلو. يعني ممكن تلاقي كورس على اليوتيوب عجبك تنزله كله وبعد كده تتفرج عليه في وقت ما انت فاضي. تمام، فدي اول حاجه اوكي اتكلمنا عليها النهارده. تاني حاجه البارشال ريليز. احنا طبعا كلنا عارفين الكونكشن، يا موم كونكشن يا بين كونكشن اوكي، بس برضو احنا كلنا برضو زي ما عارفين ان مفيش حاجه هنجد 100% او فيكسد 100%.
يعني ممكن الشير بليت ده يبقى بين 100%، لكن طبعا لو عندي مثلا الهنجت كونكشن بس باند بليت دي ما تبقاش فول هنج. ففي حاجه ما بين الاثنين انا بعملها في السوفت وير في الساب او الروبوت اسمها بارشال ريليز. بارشال ريليز دي انا بدأ اول حاجه عملتها كان معايا مبنى كده الليبر اكوموديشن ده اسمه سليم فلور سيستم. الكاميرا فيه بتبقى كاميرا ستيل صغيره، الدبت بتاعها صغير معاها هولو كور. فالمشكله ان الكونكشن ما كانتش بتسيف، وفي نفس الوقت الكاميرا دبتها قليل، فانا مش عاوز المومنت عليها يزيد. فبدأت استخدم الموضوع ده اهو ام واي اوكي التيميت بتعمل هنا ريليز 30% بس للمومنت اوكي، بحيث ان انت تحاول توصل ان المومنت النيجاتيف يبقى قريب من المومنت البوزيتيف. الموضوع ده بصراحة يعني فعلا مفيد جدا. يعني انا كان معايا نفس يعني نفس الموضوع ده في وير هاوس بقى، يعني معايا وير هاوس ولين تو، لي ميزانين كده لين تو جاي عليه من بره من هنا اوكي. فعملت الميزانين ده عليه احمال كبيره جدا، عملته فيكسد مع العمود ده، والعمود بتاع المين فريم بقى عملته بارشال ريليز ولا عملته هنجد. لو عملته هنجد الكاميرا كانت هتبدا تقيله قوي تمام، ولو عملته فيكسد كان العمود بتاع الوير هاوس هيتقل. فعملتها ما بين الاثنين. طبعا انت عشان تعمل الكلام ده لازم تبقى واثق كويس جدا من الديزاين بتاع الكونكشن اللي انت هتعمله. فعشان كده برضو انا بدأت استخدم ايديا واحاول اطبق فيه كل الكونكشنز اللي عندي، لان ايديا اصلا بيطلع لك اذا كانت الكونكشن دي ستيف انف ولا لا. برضو في حاجات في ايديا النهارده عاوز اوريها لكم. الكونكشن دي تقدر تعملها بالظبط زي ما هتبقى موجودة في الفابريكيشن اوكي. انا معايا تو موديلز، واحد اهو مثلا ده لو انت مثلا انا بستخدم الليمكن هعملها كده، هعملها اند بليت كده، مش هقدر اعملها زي ما هي هتتصنع. فهتلاقي ان في فرق في الريزلتس مع ان نفس اللودز وكل حاجه، في فرق في الريزلتس. ليه بقى؟ لان انا الويب اللي عندي دي الويب اللي ماسكه بتاعه العمود اللي ماسكه الفلانجه هنا بالفلانجه دي عامله ستيفنينج للكونكشن. انا لما شلت الكلام ده قطعته وحطيت ستيفنر بس صغير هنا، لا المسامير دي مش بقت انسيف. فدي ميزه برضو هنا في ايديا. وكمان عملت لها تمبلت هستخدمها بعد كده، يعني دي الميزه بقى ان انا هستخدم نفس، انا تعبت شويه عمل ما عملتها بس يعني خلاص بقدر استخدمها بعد كده اهي. تمبلت مانجر اهي موجودة عندي والاند بليت. فدي برضو من الحاجات اللي انا شايفها ادفانتج او بنفيتس في السوفت وير ده. وكمان استغلوه، يعني انا بصراحة انا واخده استغلال، هم الناس اصلا اللي عاملينه لسه جداد وعاوزين يعملوا ليه ماركت. فانت هتبعت لهم ميل هيساعدوك، هتطلب منهم سيشن هيتكلموا معاك يجاوبوا لك على كل حاجة. فانا بحاول استغل الموضوع قبل ما السوفت وير ده اصلا يبقى بابليك يعني، ويبقى بفلوس بقى زيه زي الام بي اس او زيه زي الروبوت. يعني الروبوت كان في الاول برضو التكنيكال سبورت بتاعهم كويس جدا، دلوقتي خلاص اصلا يعني عشان تبعت لهم حاجه شوف بقى حليني عبال ما يردوا عليك حتى لو شاري نسخه اصلا اوكي. فاحنا اتكلمنا دلوقتي على الانترودكشن دي، نبتدي بقى نتكلم على الساب. الساب برنامج كويس جدا تقدر تعمل بيه كل حاجه، يعني دي عماره لسه برضو دي ما اتنفستش، بس دي عماره انا عملتها بساب. تقدر تعمل شير وول معاها، يعني الساب والروبوت ميزتهم ان انت تقدر تعمل موديلنج لكل الاليمنتس وبسهوله. انت لو ايدك جريت في الساب، انا بستخدم الساب زي الاوتوكاد، برسم في الساب زي الاوتوكاد، يعني هنا الايديت وفي ايديت لاين وتريم يعني بستخدمه بالظبط زي كاد، عامل لها اختصارات. يعني الايديت دي عاوز اوريها لكم، بس الايديت دي اللي هو ديفايد وجوين وتريم واكستند دي عامل لها اختصارات. فبرسم بسرعه جدا فيه وبنظم الفيوهات، والاي تابس برضو احسن بس انا بصراحه مش متعود عليه. وكان في برضو حد النهارده
كان سألني حاجة في ال سألني في الدايركت اناليس، او يعني كنت انا منزل صورة كده، فهو بصراحة لحقني في حاجة انا كنت منزلها هنا في الفاكتور اللي هو الار ده والسي دي. دي حاجات اصلا بتخص السايزميك، وانا وهنا في قطر ما بنعملش الديزاين للسايزميك. يعني انا اول ما جيت برضو ازاي ومش ازاي، هو اصلا الزون قليلة جدا، فانت مش لازم تعملها. يعني عملتها مرة يعني ما استفدتش اي حاجة غير ان الموديل كنت بسيبه يعمل رن واروح عشان بياخد وقت طويل. فبس فانا ما بعملهاش ادجستمنت. وفي حاجة تانية برضو بستخدمها على طول، ده انا الموديل ده يعني هعمل عليه فيديوهات بعد كده، ان هو في كرين وفي ميزانين، تمام، اللي هو الاريا. انا اصلا دلوقتي خلاص بطلت احط لاين لود، بتحط الاريا وتحط عليها اللود، بحيث ان انت لو عندك ديفرنت سبيسنج، عندك حاجه انت عاوز تعمل لها ريفيجن، عاوز تغير السبيسنج دي، هتدخل الاند فريم ده لجوه، هو بيحسب اللودز اوتوماتيك على الفريم، بياخد اللودز اللي انت حاططها. يعني ولو عاوز تعمل تشوفها بتقدر تشوفها. اوكي resultant one way. اه لازم ما يبقاش، معلش السب 19 ده انا لسه برضو ايه جديد فيه، فبينزل يعني بتقدر تعمل تشوف اللودز دي صح ولا لا. اوكي فتعالوا نبتدي كده. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل موديل سريع 2D. يا جماعة الناس بتطلب 3D، 3D ده ملوش لازمة. الاصل في الاستراكشر التسهيل. يعني انت لو عارف ان السيستم اللي عندك وير هاوس اللودز اللي عليه، انت لو عملت 2 دي اسهل لك. 3 دي ده لو عندك حاجه كومبليكيتد. فانا هبتدي ب 2 دي، وبعد كده هنعمله 3 دي ونحط عليه ميزانين، نحط كرين، بس نبتدي 2 دي الاول. يعني الحاجه يعني ايه، واحده واحده، بحيث ان تبقى اسهل واسرع. انا عندي وير هاوس مثلا 24 متر سبان، الهايت بتاعه 7 متر، اللينث 70 متر، سبيسنج 7، وعاوز اعمل له ديزاين. انا اول حاجه بعمل ديزاين للفريم ده. انا لغايه دلوقتي بعمل كده، انا بعمل رن 2 دي الاول، عمري ما بخش اعمل 3 دي على طول. لا انا بعمل 2 دي الاول للمين فريم، و2 دي موديل 2 دي للبريسنج. بحط اللود على الهوريزونتال بريسنج زي ما خدنا في الكليه بالظبط. بحط اللود على، باخد منه الرياكشن واحطها على الفيرتيكال بريسنج، حتى لو عندي بورتال بريسنج، واعمل استيميت للقطاعات، وبعد كده اعمل 3 دي. ودلوقتي اصلا انا برسم قبل ما دايزن. يعني موضوع ان انت ترسم الاول، تتخيل الحاجه اللي عندك، لو عندك بيرلينز المسافه بتاعه اللاترال تروشن باكلينج هتبقى قد ايه، مش عارف ايه. يعني مش لازم تبتدي على طول بال 3 دي. اوكي واللودز بتاعتنا هقولها لكم واحنا شغالين. اللودز سهله، يعني نفتح السب 19. اوكي فايل new model. انا عاوز كيلو نيوتن متر. فين اوكي بلانك. اظبط الجريد بتاعتي. انا عندي السبان 24، يعني 0 و 12. واربعة وعشرين. وهنا في الواي مش هعمل 3D، هنا هنعمل ارتفاع 7، وهنقول الملخ 51، يبقى 7.6. اوكي معلش انا مهيس شوية. اول حاجة هنعملها بقى هنعرف الماتيريال بتاعتنا. ديليت خلص، تعمل اد نيو ماتيريال، ستيل 52. اوكي انا هعمل لكم الموديل ده كأن انا بشتغل بالظبط، بس انا بعمل امبورت لكل الكلام ده وهوريكم برضو ازاي. بس انا يعني واحده واحده انا بروح معرف جنرال سيكشن 500 في 5 على 175 في 10 او 200 في 10، ماشي 0.5. ومن الحاجات اللي لازم تستخدمها وانت شغال بالسيب موضوع التائب ده،
تختار من هنا الماتيريال. اوكي، تبتدي ترسم. انت عملت الجريدز بتاعتك، كده انا رسمت. تختار التو بوينتس دول، تعمل اساين للجوينت، الريسترين بتاع الجوينت. طبعا انا ما بستخدمش اللي فوق ده خالص، انا مطلع الاختصارات وحافظ مكانها، فهي دي اللي بتفرق سرعة واحد عن واحد. انا ما بحبش البتاع ده شكله كبير. سبورت، اوكي. عرفت رسمت الفريم، عرفت السبورت، خلاص اخش على كيس فلودينج. عندي لايف لود وعندي ويند اكس ويند ماينس اكس ويند واي ماينس واي. اوكي، الفايل لود كل ده اصلا بيتعمل له امبورت واكسبورت، فانت هتعملها مره مرتين وبعد كده خلاص بتغيرها على حسب بقى الكود. ديت بلس لايف وبتروح واخد دي كوبي معاك. اد كوبي بروبرتيز، تقول بلس ويند اكس add copy minus تي. انا تعمل modify and y وبعد كده wind minus y. تمام، وبعد كده ناخد بقى الديد والويند. هات كوبي في بروبرتيز، تاخد دي كوبي، تيجي عند اللايف لود ديليت. اوكي، اللي بعديها طبعا لو عندك بقى كرين اللود هتختلف، لو على حسب الكود بقى بتستخدم ايه، الار اف دي بتستخدم ايه، اس دي، على حسب اللي انت بتستخدمه. وبعد كده اد نيو كومبو ماكس، دي كومبينيشن بتاعت الماكسيمم انفلوب. دي بصراحة انا لازم اعملها طبعا، دي متختارهاش وانت بتعمل ديزاين في الساب، بس انا لازم اعملها عشان اشوف الحاله الكريتيكال اسرع. يعني ليها حاجات كتير، تشوف الستريننج اكشن عند الكونكشن جايه من انهي كيس، يعني لازم تعملها. اوكي كده، دي 4 4 1. بتروح عامل برضو كيسز عشان تعمل تشيك على الديفليكشن. في واحد زميلي هنا برضو سأل على حاجه في الديفليكشن، هحاول اشوفها النهارده. ودي كمان عشان السوي لود بلس وين اكس. اوكي تمام، وترجع بقى على الويند لود دي. طبعا انتوا عارفين في الكود المصري كيس 2 1.2، يعني كيس 2 بتضربها في 1.2، فدي 1.2 لو قسمتها، لو قسمت على 1 على 1.2 تبقى دي 0.833، فلازم تقلل اللودز اللي انت هتاخدها هنا عشان انت هتدخلها في الديزاين على طول، ما تقعدش بقى تشوف بقى انهي كيس. ودي طريقتي يا جماعة على فكرة، ممكن تبقى في طرق تانية اسهل، يعني انا بقولك على الحاجة اللي انا بستخدمها. خلاص كده خلصت اللود كويس، ان انا افتكرت اسيف.
ديسكتوب. سيف. تو دي ترايل 1. خلاص. ببدأ بعد كده بقى، يعني انا ما بعرفش قطاعات الاول بصراحة. تعالوا نعمل ران الاول. ران ايه؟ انا ما حطيتش لودز اصلا. نحط اللودز بتاعتنا، اللودز اللي هي اللودز العادية. تعالوا نكتبها مع بعض، اللي هو مثلا هيبقى 10 بلس مثلا 5. ده 10 دي صاج، وصاج بيبقى 5 كيلو، وبرلينز 5، وخمسة مثلا بريسنج اوكي، اللي هتبقى 15 تساوي 15، اللي هتساوي 0.15 اوكي. وعندك اللايف لود اللي هو 75، ده احنا هنا بناخده 60 بصراحة، اللي هو تساوي 0.57. وعندك الويند لود انا كاتبها برضو. المهم في الاخر الكلام ده هيطلع عندك الديد لود، هتضربه في السبيسينج 0.15 في 7، هيطلع ده 1.05 ديد. وعندك 0.57 في 7 3.99، يعني تقريبا 4. وعندك الويند لود تلات حاجات، 3.92 دي لو 0.8، 3.43 دي لو 0.7، 2.45 دي بقى الويند لود بقى. يعني ايه؟ مش هشرحها دلوقتي، يعني ممكن نعمل لها فيديو تاني. بس كل اليونتس دي كيلو نيوتن على المتر داش اوكي. فنيجي ندخل اللودز، تعمل هنا في بقى الساين فريم لود. طبعا مش كده، انت بتعملها شورت كات من هنا. الديد لود عندك احنا قلنا كام؟ 1.05 اوكي، 1.05 ابلاي. تختارهم تاني، او في برضو حاجة يعني لو انت عامل سيلكت لكذا element بتدوس previous، تقول له life load. life load كام؟ life load 4، دوس apply. الويند لود انا بدخلها بطريقة معينة، ركزوا معايا فيها. بتبقى local، تعمل دي local 2، بحيث ان انت تختار العمود والرافتر مع بعض، وتقول له اللي هو دي اللي هي 0.8 جاست فاكتور، يبقى 3.92 اوكي ابلاي. وبعد كده الناحية التانية اللي هي بتبقى 0.5، اللي هي 2.45 اوكي، 2.45 ابلاي. دي الويند اللي جاية من اتجاه اكس اوكي. طب الويند ماينس اكس، ماينس اكس بتروح مختار ده ابلاي. دي حاجة بقى انت بعد كده هتحفظها في الاتجاهات، دي ماينس اوكي، دي ماينس 3.92 ابلاي، دي ويند ماينس اكس. طيب الويند واي كلهم سكشن بالبوينت 7، اللي هي تقريبا كام؟ 3.43 اوكي. دي هتقول 3.43، تختار كله apply. طبعا في حاجات المفروض كلهم suction، ده pressure هعدلها بعدين. دي wind minus y apply برضو، تروح معدل بقى الاتنين الغلط دول. خلاص يبقى انا كده عملت ال حطيت اللودز عندي. اقدر دلوقتي اعمل run واشوف المومنت. بس انا عاوز قبل اي ما قبل ما اتكلم، انا عاوز اعرف لازم انت يعني مش عارف اقولها ازاي، لازم تبقى انت عارف قيمة المومنت اللي هتطلع هنا، لازم كل مرة تتوقعها لغاية لما توصل لقيمة صح. يعني وخصوصا لو لسه بتتخرج جديد، يعني دايما هنا المومنت بيبقى مثلا دبليو ال سكوير على 12، ده هنا بيبقى دبليو ال سكوير على 20. ده هيفيدك بقى تختار السكشن ازاي او كده. يعني لازم دايما تبسط الحاجة وتعرف تحلها مانيوال. تمام. ده شكل المومنت بتاعنا، وده لو الماكسيمم ماكسيمم
اوكي، فتقريبا طبعا الويند من الديد واللايف هو الاكبر. تمام. في ناس كتير بتقعد تسألني السؤال ده، انت بتختار القطاعات للسير على اساس ايه؟ هو الموضوع في خبرة. اوكي، بس انا دايما انا في معادلة عندي، يعني مثلا السبان ده 24 متر، بقول 24 خلاص على 60، دي من عندنا دي ماشي، 24 2 3 على 60، دي بتطلع الدبس تقريبا 400 خلاص. يبقى انا مثلا بحط سيكشن اراوند الدبس ده، فانا مثلا هنا عشان تعمل حاجه الفابريكيشن بتاعها ميبقاش فيه ويست، هختار 500، الدبس بتاعها هيكون 500 مللي. تمام. وهعرف الهونشات بقى، 500 ده بيبقى جاي على 750 كده، حتى الكولوم هختاره نفس السيكشن بتاع الهونش، بس يعني ساعات ده ميبقاش صح، لان لو في عندك بلوك وورك او حاجه بيبقى اللاترال تورشن باكلينج العمود اكبر، وبرضه في الكود المصري بتاخد البريسنج الباكلينج اوت، فغالبا دايما بيبقى الفلانجه بتاعت الكولوم عندك اعرض من الرافتر. اوكي، فتعالوا ندخل بقى السكشنز، تقلب باليونتس هنا عشان الموضوع يبقى اسهل. اوكي، طبعا السكشن ده اصلا انت عاملها يعني عاملها امبورت، هتلاقي هنا كل السكاشن اللي انت معرفها قبل كده، بس دايما لما تيجي تحاول تسمي سكشن جديد سميه صح، تسميه بطريقه انت تعرف تستخدمه بعد كده. يعني انا هقول مثلا ده 500، احنا قلنا الدبس في 5 على مثلا 175 في 6، ده اللي هو اقل سكشن ممكن تستخدمه هنا. 500 تاب 175 6 5 175 6، طبعا ده الاوتسايد هايت، يعني المفروض الهايت كله، يعني المفروض دي تبقى 512، بس ما بتعملهاش ادجستمنت دلوقتي، اما تخلص خالص في كام حاجه كده بتراجع عليها الماتيريال بتختارها. اوكي تمام. بعد كده نعمل سيكشن تاني زيه. دي طريقتي في الشغل، ممكن تكون صح ممكن تكون غلط، يا ريت لو في حد ممكن يعدل عليا زي مهندس مصطفى كده. دي انا بخليها في 8. اوكي، بروح معرف بقى سيكشن سميه 500 في 5 على 200، خليها في 8 برضو، واقول ده هونش ستارت، بعد كده اد كوبي، ده 750 في 5 على 200 في 8، وده اكتب عليه هونش اند. اوكي، وده هو السكشن بتاع العمود، بس انا لازم تعرف له ستارت واند لوحده عشان ما تتلخبطش، لان انت لما تيجي تعمل امبورت هتلاقي عندك سكشن كتير، هتيجي تعدل في سكشن في حاجه تانية تضرب، فانت يعني انا بعمل لها كنترول بالموضوع ده. يعني هو ده انا نفس السكشن برضو بكتب ده بتاع العمود، والعمود ده حتى الكتابه كده انا معلمها بطريقه معينه بحيث ان انت ما تتلخبطش وتعرف تستفيد من السكشن دي بعد كده. لو ما عملتش الكلام ده هتتلخبط. في حاجة عندنا تقريبا غلط، دي هنسميها كولوم ستارت. اوكي، تقريبا الهونش ده، معلش سامحوني، 200، وانا كبرت طبعا الحتة اللي عند الهونش دي شوية. هونش اند برضو دي تقريبا اكيد غلط. طيب الكولوم ستارت عاوز اعمل بقى الكولوم اند، 750 في 5 على 200 في 8. يعني انا على طول يعني ما كنت برضو ما مثلا متخرج بقالي 3 سنين وشغال في مصر، دايما بخلي الفلانجه دي مثلا اكبر شويه، 225 250، عشان الباكلينج لينس هنا بيبقى اكبر، يعني ممكن يبقى لو ما فيش سترات ان انت تعرض الفلانجه ده بيفيد في العمود جدا. اوكي، تيجي بقى ده لو عاوز تعمل امبورت، تعمل اد نيو سيكشن اذر نون بريزماتيك، وتكتب هنا السكشن بتاعك مثلا 750 الى 500 في 5 على 175، سوري، على 200 في 8 اتش 500 في 5، فين ادي هونش ستارت، دي الهونش اند الاول، دي ممكن التسمية دي تلخبطك انت، بس يعني انا متعود عليها، انت تسمي بطريقتك. اوكي، وبعد كده add new properties، دي 500 في 5 على
750 في 5 على 200 في 10. دي كولوم ستارت كولوم اند. فين كولوم اند؟ هي دي تقريبا، بس نسيت اكتب عليها. اوكي مفيش مشكلة، ممكن نروح نعدلها. كولوم اند تمام، ادي 750 ل 500 في 5، ودي بتاعت الكولوم. نيجي بقى نعرف السكاشن بتاعتنا. طبعا يعني احنا لازم نقسم الرافتر. تمام، انا عندي الرافتر ده مثلا 12 متر، فانا هقسمه. يعني انت ما عملنا رن، نسيت اقول لكم حاجه. يعني انت من شكل المومنت كده، الناس اللي ما عندهاش خبره في الستيل، من شكل المومنت الكريتيكال اللي عندك الديد واللايف، بتختار اللينث ده. يعني انا عندي ده اكبر مومنت، انا هاخد ده. طبعا ده مش الشكل الحقيقي المومنت، الشكل ممكن يتغير عشان الهونش وكده، بيزود المومنت هنا ويقلله هنا. فانا هختار مثلا 3 متر هنا، بحيث ان انا اوصل للقيمه، واعمل سيكشن سيكشن تاني او سيجمنت تانيه 6 متر، بحيث انها يعني ايه لغايه الحته دي. يعني يبقى المومنت البوزيتيف قد النيجاتيف. يعني دي حاجات في البي بي، يعني ممكن مثلا لو الكاميرا دي مش 12 كنت اكبر الحته شويه، اخليها اكبر، بحيث ان انا اوصل لمومنت هنا نيجاتيف يساوي البوزيتيف. يعني تبقى الديزاين بتاعك ايكونوميك يعني على قد ما تقدر. بس احنا ايه، ممكن الكلام ده نشرحه بالتفصيل بعدين. دلوقتي عاوزين نقسم الرافتر اللي عندنا او الكولوم لو ارتفاعه عالي. تيجي هنا ترسم اي سيكشن، تختار وتقول له ريبليكيت. طبعا هي من هنا اديت اديت لاين ريبليكيت. ممكن من هنا في اتجاه الاكس دي 3. اوكي انا نسينا نعمل الوحدات 3. اوكي بعد كده 6، هيتبقى لك هنا 3. 3 دي كتيرة، المفروض مثلا تقللها شوية، بس انا يعني هنسيبها كده دلوقتي. تاخد بقى التو ممبرز دول، عاوز تعمل لهم ميرور الناحية التانية، ريبليكيت ميرور حوالين ايه، حوالين بلان. انت في الاكس زد، فانت عاوز تعمله حوالين بلان بارلل تو واي. اوكي، والاكس اللي هو نص السبان 12 0 12، دي بتسيبها واحد اي حاجة. اوكي خلاص كده انت عملتهم، بتروح سلكت كله، تقول له ديفايد ديفايد فريمز من هنا، او من اديت اديت لاين ديفايد فريمز بريك ابلاي. اوكي تمام. عاوز تعمل اساين للسيكشنز برضو، في طريقتين. انا هوريكم الطريقه اللي انا بستخدمها. اساين فريم سيكشن من هنا، يعني عشان تبقى سريع لازم تطلع شورت كاتس دي. السيجمنت دي انا هخليها 500 في 5 و175 في 8 عشان المومنت هنا بيزيد سنه. ابلاي. بعد كده اللي بعديها الحته دي هخليها في 6. ابلاي. وبعد كده الهونش عندي 750 500 ابلاي. في 10. وطبعا تبقى فاتح الاكسترود فيو بحيث ان انت تتاكد ان انت معرف السكاشن صح. بص هنا احنا عندنا في الرافتر حاجه غلط. اوكي فنفتح هنا 750 ل 500 في 5. طب ما انا معرفه صح، ايه المشكلة؟ يبقى في مشكلة في البروفايل نفسه. نروح للبروفايل نفسه عليه 0.5 ده. اوكي سهل جدا ان انت تتريس يعني الغلط بتاعك. وطبعا هنعمل هنا الانسيرشن بوينت في الاخر، لان ده مش طبيعي. يعني ده مش اللي بيحصل، ان العمود ده بيبقى فيه انسيرشن بوينت، بتعمل حاجه اسمها انسيرشن بوينت. بس هي بتفرق في الريزلتس شويه، بس خلينا ماشيين ستيب باي ستيب كده، نخلص الاول وبعد كده اقول لكم على شويه حاجات كده بتعملها ادجستمنت، بحيث ان انت تبقى ايه زي الفابريكيتد اليمنت بالظبط، الموديل بتاعك
زي الفاينل. اوكي خلاص كده احنا عملنا ايه؟ عرفنا، نراجع بسرعة، عرفنا السكشنز، عرفنا اللودز، عملنا الكومبينيشن. خلاص نعمل، ممكن نعمل run، ممكن يعني تتأكد تعمل 2D analysis. خلاص هتلاقي فعلا المومنت هنا زاد شوية خلاص عن هنا. اوكي وتشيك دايما مانيوال يا جماعة برضو، والله الموضوع التشيك مانيوال ده يعني، ده هنا دبليو اكس سكوير على 12 ساعات بيبقى 14، دبليو اكس سكوير على 20، ده بتفيدك انت في اختيار السكشن بعد كده. خلاص نيجي نعمل بقى ديزاين. طبعا انت راح تعمل ديزاين بالكود المصري، اقرب حاجة ليك اللي هو ASC ASD 89، ده تقريبا معظم الفاكتورز بتاعته زي الكود المصري. متنساش تعمل الديفليكشن هنا يس. اوكي طيب ازاي بقى اتعرف البروبرتيز بتاعت الممبرز اللي عندك؟ انت عندك اول حاجة اهم الاتنين دول زي بعض خلاص. الكود ده في الساب عقيم، يعني في بقية الكودات ممكن تستخدم اللي هو اللاترال بريس، دي بتبقى اسهل وتعمل ديزاين جروب وبتاع بتبقى اسهل بكتير، لكن الكود ده ما تقدرش تعمل فيه الكلام ده، لازم تعرفه بطريقة يعني هي مش صعبة، يعني هندرسها مع بعض وهقول لك ازاي تستخدمها بسرعة زيها زي الاستاد. اوكي هتختار التو سيكشنز دول، تقول له ديزاين اوفررايت. خلاص هنشوف موضوع الديفليكشن ده في الاخر. هو الديفليكشن ده يا باشمهندس سألتني عليه، consider with the deflection limitation should be ده yes او لا. deflection type انا على طول بستخدم الريشيو اللي هو بتقول لك الريشيو بتاع ده، وده الصح، لان لو في ممبر اصلا حصل له يعني حصل له ديفورميشن وممبر تاني ساند عليه، ما انت لازم تاخد الريشيو ما تاخدش الابسوليوت. اوكي ما جربتهاش بصراحه، هنجربها في الاخر. بتيجي هنا في هما كام فاكتورز مهمين زي ما هنشوف في الديزاين انت لو بتغيرهم، الامبرز لينث والباكلينج لينث. هنا الساب بيفهم ايه بقى؟ عندك الامبرز لينث ده بتحدده الاول، وبعد كده الباكلينج بيبقى فاكتور، فانت ممكن تعرف الباكلينج الاول، يعني الباكلينج مثلا الكاميرا دي قد ايه. الباكلينج ده هنا لو كاميرا 12، لو انت معرف ال ان سبورتد هتضرب الكيب كام؟ الكي هتضربها في واحد خلاص، او تقريبا 0.65 فيكسد فيكسد خلاص. الكي اوت، الكي اوت بتبقى بواحد اللي هي المسافه ما بين البيرلينز لو انت عامل ني بريس، وفي الكود المصري بيقول لك لا ده هي المسافه ما بين الهوريزونتال بريسنج، يعني المسافه بتاعه الاكس بتاعه الهوريزونتال بريسنج، ما بيعترفوش ان الصاج عامل دايفرام اكشن، فيقول لك لا ده هي المسافه ما بين البريسنج. فانا دي دايما لو انا بصمم كود مصري، يعني ما كنت بصمم كود مصري كنت بخليها 2، يعني دبل المسافه دايما، يعني هو انا بعرف هنا ال ان سبورت اللينث بتاعي بيطلع مثلا 1.7 خلاص، هوريكوا ازاي. الباكلينج بقى بخليه 1.7 في 2 بحيث ان هو يبقى 2.4، او ممكن تخليها 2.5. فتعالوا كده اوريكم طريقه سهله ازاي تعملها. فانا عندي اول element عندي اصلا طوله قد ايه، لازم تبقى عارف طول element اللي عندك اللي هو ال actual خلاص، ده هتساوي كام؟ هتساوي 3 متر. طيب انت عاوز ال unsupported المين اللي هي في اتجاه الاكس مش واي خلاص بكام؟ ال unsupported في اتجاه المين اللي هو طول الكاميرا نفسه اللي هو 12 متر صح؟ ال unsupported في اتجاه الواي انت عامل ني بريسنج كل بيرلين عشان نسهلها على بعض دلوقتي خلاص، تبقى ال ال unsupported واي دي انا دايما بدخلها 1.7 باخدها الماكسيموم، يا الا لو كنت راسم الاول زي ما انا مثلا بعمل دلوقتي خلاص بدخلها اكزاكت، لكن انا ما بزودهاش دايما على 1.7 فباخدها هنا 1.7 مور كريتيكال خلاص. انا بقى عاوز في الساب افهمه ان اللينس ده 12، الساب لازم هنا لازم تدخله ريشيو، فلو انت بتستخدم كود تاني ممكن تحط له لينث معين، لكن في الكود ده لازم تعمل له ريشيو. فالريشيو دي بتساوي ايه؟ تيجي هنا تقول له في الاولانيه ال 12 على 3 هتساوي 4، ده اللي هي ال LX، وبعد كده 1.7 على 3 هتساوي 0.56
خلاص، هي دي اسهل طريقه، ان انت تكون عارف طول الاليمنت اللي انت عاوز تعمله، تعمله ادجستمنت للبارامترز بتاعته. فانت خلاص انت عرفت دلوقتي اهو كام دول، 4 و.56، خلاص ادي 4 و.56 خلاص، ما بتعملش ادجستمنت لاي حاجه تاني. السي بي ده بياخده تقريبا قريب جدا من الكود المصري، في الكولوم مثلا كان السي بي ده تقريبا 1.75، وهنا بياخده اقل، فده مور كريتيكال. يعني هي دي المين بارامترز اللي انت بتظبطها. تاني طول الممبر بتقسمه، بتجيب بريشيو معينه. بعد ما جبت ريشيو، طب الباكلينج ايه؟ الباكلينج ده يعني ايه؟ ال 0.65 0.65، طب دي مش ريشيو؟ لا انا خلاص، هو الساب بيفهم كده ان انت وصلت لللينث ده، اللينث اللي هو 12، فانت الكي عندك هتساوي 12 في، هو الساب حلها كده خلاص. وعندك ال LY خلاص، الساب برضو هياخد ال 1.7 دي يضربها في 2، فهتطلع دي 2.4، وهتطلع دي 12 في 0.65 ب 7.8. طبعا دي انا ممكن تاخدها بواحد، دي اصلا مش كريتيكال، بس انا فاكر الفيكسد، فيكسد في الكود المصري 0.65 الباكلينج فاكتور. خلاص عرفنا الساب بيعملها ازاي. تاني بقى في الممبر اللي بعديه، خلاص انا عرفت الاتنين دول مع بعض، ادوس اوكي، اجي هنا الممبر ده اللينت بتاعه قد ايه؟ خلي الفيو عندي عادي كده عشان اعرف اشوف. ده اللينت بتاعه 6، ممكن لو مش عارف اللينت ادوس رايت كليك وادوس هنا لوكيشن، يقول لي ان الطول تقريبا 6. الاساينمنت عندي السكشن اصلا قد ايه، خلاص لو عاوز اعمل تشيك على اي حاجه. اللودز اللي انت عامل لها اساين برضو موجوده هنا، الديزاين بارامترز والاوفر رايت كده، هتعمل له برضو ادجستمنت للبارامترز دي. طيب قولوا معايا بقى هنعمل ايه. اول حاجه الطول ده دايما تبقى فاتح ورق كده او بتكتب في ورقه جنبك، طوله الاكتشوال كام؟ 6. انا عاوز بقى ال ان سبورتد لينث كام؟ نفس ده، نفس اللي فوق هنا، عاوز دي تبقى 1.7، ما هو جزء من الرافتر، وعاوز دي تبقى 12. خلاص يبقى على طول 12 الطول اللي انت عايزه على الطول الحقيقي، 12 على 6 ب 2 باين ماشي. وال ال واي اللي هو 1.12، سوري معلش معلش يا جماعه، اسف على اللخبطه، 1.7 على 6 هتساوي 0.2833. خلاص يبقى انت عرفت كده. الكي هو هو الباكلينج، او انت لو عندك اي حاجه في الباكلينج مختلفه، لو عندك هنا البريسنج اوسع شويه، خلاص انت عارف ان الطول اللي انت هتوصل له هنا 1.7. انت عاوز الباكلينج بكام مره؟ 1.7 مرتين ولا مرتين ونص؟ عاوز الباكلينج لينس قد ايه؟ 5. تقدر تعمل لها ادجستمنت هنا، هنشوفها في الكولوم كمان عشان الكولوم تبقى اسهل، يعني الكولوم يعني هتبقى اوضح. فانت هنا بقى عندك دي 2 ودي 0.283، دي يا معلم 2 ودي 0.283. خلاص وعرفنا ان دي 0.65، عرفنا ان دي 2 مثلا. خلاص في الهونش بقى اللينت بتاعه 3 متر، ونفس ال 3 متر دول خلاص انا هاخدهم هما يعني نفس ال، مادام نفس الطول ونفس الممبر وعندي هنا عامل الني بريسنج كل مسافه، خلاص هيبقى هو هو. فانا ممكن اعمل الرافتر برضو، طبعا انا لو عامل جروب هيبقى الموضوع اسهل، بس انا مش عاوز ادخلكم في متابعات، انا عاوز اعمل يعني حاجه تكون سيمبل ومفهومه، وبعد كده نعمل حاجه تكون بروفيشنال او تسهل الشغل بعد كده. فنشوف هنا الفاكتورز بتاعتنا كانت ايه، 4.56 اوكي، 4 0.56، دي 0.65 ودي 2 اوكي. العمود برضو، العمود بتاعنا، العمود بتاعنا هنعتبر ان المصنع ده فولي شيتد. خلاص انت العمود طوله قد ايه؟ برضو ال actual هيساوي 7. انت عندك ال ان سبورتد، ال اكس اللي هو طوله كله، لان انا ما عندي مش قاسم الممبر ده 2، لو قاسمه 2 كنت هكتب برضو هنا
ال اكتشوال اللي هو كانت هتبقى مثلا 3 ونص، لو انا حاطط سترات وقاسم بريسنج كانت ال ال اكتشوال هتبقى 3 ونص. انا ال اللي انا عاوزه كام؟ الطول كله ال ال ريكوايرد 7، يبقى 7 على 7 يساوي 1. ده ال ال unsupported في اتجاه الاكس. طب ال ال unsupported lateral torsion length، الجزء لل unsupported length في اتجاه الواي. اوكي، ده انا عايزه بكام؟ ده انا عايزه ب 1.7، صح؟ يبقى خلاص، يبقى 1.7 على 7 0.243. اوكي، يبقى 1.243 0.243. نيجي بقى للكي اكس والكي واي. بص، الكي اكس هنا في الاعمده مش كريتيكال خالص، الكي اكس مش كريتيكال. يعني في ناس كتير تقعد تقاوح تقول لك لا الكي اكس هنا انا هاخدها بواحد، لا انا بواحد ونص، لا انا هروح الشارت خدها زي ما تاخدها. مش كريتيكال يعني، غالبا ما بتبقاش كريتيكال، بس هي ماكسيموم يعني من الشغل البراكتيكال تاخدها 1.5. يعني انا على طول باخد الكي اكس هنا ب 1.5، حتى في الشارت الماكسيم بتاعها 2 لو هو كانت ليفر يعني. خلاص، الكي واي، الكي واي بتبقى بواحد اللي هو الطول كله، 1 في 7 يعني ب 7. تمام، فانا عندي هنا هتقابلني مشكله ان انا ال واي هو بياخد زي ما اتفقنا الكي واي دي بيضربها في ال واي، يعني هي ريليتد لل واي. فانا عندي ال واي اصلا هو حسبها ب 1.7 صح؟ يبقى ال 1.7 دي انا هحط الكيب كام عشان يديني 7؟ حط الكيب كام؟ هي هي، ما عشان اوصل ل 7 يبقى 7 على 1.5 1.7 اللي انا حاسبها هيساوي، يبقى انا هضرب الكي واي هضربها في 4.6 صح كده؟ 4.6. اوكي، لو ال ال باكلينج الطول كله ده طبعا لو كود مصري، لو كود امريكي مش هيبقى كده، هيبقى نفس الطول. ولو انت حاطط ني بريسنج، يعني لو انت مش حاطط ني بريسنج انا ما اعتبروش نفس الطول. خلاص، يبقى دي احنا قلنا دي 4.6 ودي 1.5. اوكي خلاص، يبقى احنا كده عرفنا الديزاين بارامترز. نيجي بقى في الديزاين، قبل ما تعمل رن للديزاين بتعرف الكومبينيشن بتاعتك. الاوتوماتيك دي طبعا مفيده لو بتستخدم كودات انترناشونال، تختار الكود الكومبينيشنز اللي انت عايزها. اوكي، ده في السترينث تقول له الديفليكشن، انا معرف تو كيسز لازم تعرفهم ويبقوا مختلفين، ما تاخدش الماكسيمم ماكسيمم معاك في اي حاجه. تيجي هنا ديزاين ستار ديزاين، خلاص ديزاين ديسبلاي ديزاين انفورميشن، اديني الريشيو عندك 0.92 0.9 0.74 0.74. شفت العمود فعلا اللي باكلينج اوت خليته ما يسيفش. طب انا سايف العمود ده ازاي؟ في ناس تروح تزود الثيكنس. لا، انت لو عامل اكسل شيت زي ما هنشوف مع بعض هتبقى عارف ايه الكريتيكال اللي عندك، هتفهم ايه الكريتيكال، الحاجه اللي تزودها حاجه بسيطه وتسيف. اوكي، فاحنا ممكن نروح نزود السكشن ده مع بعض كده برضو عشان يبقى عملنا الاكسرسايز الاخر ده 225 مثلا. اوكي، ونعمل برضو الكولوم اند موديفاي 25. انا بقعد اجرب وفي الاخر بظبط التسميه. اوكي، يعني بسيب التسميه زي ما هي واشوف اصلا هيبقى سيف ولا لا. run design 0.994 ماشي، ما المفروض ما يعديش، يعني المفروض ان انت تعمل له adjustment. اوكي، بس انا اصلا مسميه 210 ليه مش عارف. ماشي، تعال نزود الثيكنس يبقى الحاجه مظبوطه معانا. هنا انا مسميه الاول غلط، سوري يا شباب. فين هو؟ 500 في 210، دي المفروض خليها في 10 بقى، وخلي دي 225. بص ده بعدل في السكشن، برجع اعمل الوحدات دي عشان بتبقى ايه اسهل بكتير. كولوم ستارت
تبقى حرام، دي تبقى 10 يعني. بقى انا لو لو الجبالي معايا هقعد احاول بقى ان انا ما ازودش العمود عن كده بأي طريقة بقى، احسب اللودز تاني، اقلل اللودز شوية. انا واخد حاطط لودز البريسنج مثلا 5، لا اقلله، احاول ما بزودش كده الثيكنس ده غير يعني ايه، ما لقيش حل تاني يعني. 500 في 5 فين؟ 750 فين؟ 705 كولوم اند. معلش يا جماعة انا مش محضر الفيديو، ف اللي متلخبط انا اسف يعني. بس انا 750، انت تعرف لو احنا قللنا العمود ده ممكن يبقى احسن، عشان الار واي بتبقى ساعتها بتزيد. دي حاجة برضو ممكن كنت العب فيها قبل ما اوصل للموضوع ده يعني. لو خلينا دي 700 ممكن يكون احسن. اوكي ممكن نعمل لها تيست كده اما نخلص، بس انا عاوز اسيف الاول عشان تبقى انت خلصنا الاكسرسايز مع بعض. ديزاين 0.8، انا مستحيل يعني هعمل فلانجة او فلانجة، لا يعني اي حاجة. ما 0.8 دي ما تنفعش. طيب سمع، كولوم ستارت تاني تاني، ممكن نعمل فلانجة واحدة بس هي اللي 8، هي اللي 10 خلاص، اللي هي اللي تحت. والتسمية بقى بعدين بصراحة نظبطها بعدين عشان نبتدي في الجزء التالت من الفيديو النهاردة. فين تاني؟ كولوم ستارت، بعد كده كولوم اند، هعمل دي 8. انا معرفش انهي التنشن وانهي الكومبريشن يعني، فهنعمل رن ونشوف. خلاص اوكي ديزاين بوينت 923. طبعا دي اكيد الناحية التانية. طيب نجرب تاني. 500 في 5 بسرعة. كولوم اند موديفاي، خلي دي برضو 8، ما نشوف يمكن 700 دي فرقت شوية ولا ايه. وكولوم ستارت موديفاي، خلي دي برضو 8. اوكي اوكي رن. بوينت او فور، اوكي فخلاص بقى نخلي دي ستارت، خلي دي زي ما هي 10. كولوم اند موديفاي، ودي 10. اوكي اوكي رن كده احنا خلصنا. دي يعني introduction كده للساب، design display design results 0.923 كده انا خلصت. بروح عامل انا بشتغل كده، بظبط الفريم ده الاول، بعد كده البريسنج ما بعملهاش يعني، بس انت ممكن تعملها 2D برضو. خلاص في حاجات بسيطة بقى عاوزين نعملها adjustment كده مع بعض، ونعمل ترايل كده بالاكسل شيت. اول حاجه عاوزين نعمل موضوع الانسيرشن بوينت. الانسيرشن بوينت زي ما قلت لك، زي ما قلت لكم ان العمود ده اصلا مش كده صح. العمود ده يعني حتى المسافه دي ممكن ما تكونش سنتر سنتر، ممكن تكون اكبر ممكن تكون اقل، فدي انت بتظبطها يعني. انا دايما بدخل الاسبان ده بيبقى اوت تو اوت اوف كولوم فلانج مثلا خلاص، وبروح جاي هنا بمسك التو كولومز دول واقول له اساين فريم حاجه اسمها انسيرشن بوينت. دي الانسيرشن بوينت العمود بيه هيترسم ازاي، فبقوله لا يا عم خليهولي توب سنتر، مش سنتر سنتر. ابلاي، طلع العكس، لازم اعمله بوتوم سنتر. اعمل بريفيوس اساين فريم انسيرشن بوينت خلاص كده ظبط. الرافتر نفس الكلام، assign frame insertion point. دي بقى هكده
تي توب سنتر ابلاي. اوكي بس وده برضو assign insertion point. دي ابلاي خلاص، المفروض بتسيب تسيب دي مفتوحة وتقعد تجرب. اوكي بس عشان الواحد مهيس ف يا عم تعمل run design start design نتأكد. بص كله عندي سيف عشان المسافة الاسبان صغرت، يعني المسافة اصلا الاسبان ما بين السنتر لاين والسنتر لاين صغرت، فممكن نرجع نقلله شوية، نقلل السكشن بتاعها شوية. الرافتر الريشيو بتاعته متهيألي تكون زادت، الريشيو دي كل الريشيوز قلت طبعا عشان السبان قلت حاجة بسيطة 0.8 0.7. ده ممكن يقل، ده انت بقى تقعد تعمل ترايل اند ايرور وتعمل تو لوبس ولا حاجة بحيث ان الريشيو عندك دي تكون اوبتيمم في الديزاين. اوكي بعد ما تخلص ده انا عشان ابقى منظم بعمل شوية حاجات كده. ايه هي بقى؟ باجي هنا بعمل حاجة اسمها edit change labels، بقول له فين الجوينتس، اسامي الجوينتات اللي عندي، لازم ابقى عارف السبورتس دول اساميهم ايه وانظمها بحيث ان انا لو في حاجة يعني رسمتها ومسحتها وعملت divide ومش عارف ايه بتتلخبط، فبروح مرقم دول تاني 5 6 7 8 9 خلاص. وباجي برضو في الفريم element برقمهم باسلوب معين يكون سهل في البرزنتيشن 4 5 6 7 8. اوكي ايروتشن تمام. اجي هنا انا عاوز اشوف الجوينتس، ادي الجوينتس عندي 1 2 3 بنظمها بقى زي ما انا يعني بشوفها وبنظمها. لو عاوز اشوف ال الستة 19 ده رخم قوي بصراحة في موضوع الاكسترود فيو ده، لازم كل مرة تعدله. لو الفريم ليبلز برضو تبقى منظمة. اوكي كده اكون تقريبا خلصت، نشيل الليبلز دي خلاص. انا عاوز هنا بقى حاجتين عشان اوريكم تستخدموا الاكسل شيتس ازاي. عاوز هنا تبقى الريشيو وهنا يبقى الستريننج اكشن الكريتيكال اللي غالبا تبقى الديد واللايف، تبقى شو فاليو ونظبط وحدتها كيلو نيوتن متر. طبعا لو انا عاوز اكبر الكتابة دي بتتعمل من هنا. اوكي يبقى احنا كده خلصنا الجزء التاني النهاردة اللي هو الانترودكشن تو ساب. هنكمل بقى بعد كده، هنعمل ال 3 دي اللي المهندس زميلنا على طول مصطادني عاوزه هعمله والله، بس يعني دي انترودكشن جربها الاول قبل ما انزل الفيديو التاني. بعد كده بقى نخش في الانترودكشن للستيل ديزاين خلاص. بس فهنكمل مع بعض موضوع الديزاين بالكود المصري. هنعمل ايه الاول؟ هنشوف ازاي نستخدم الاكسل شيت ونقارن ما بينه وما بين النواتج الساب، وافهمكم الديزاين كده ستيب باي ستيب معايا حاجه كده حتى للفريش جراديويت هتبقى مفيده جدا. ف هنعمل ايه؟ نشوف الاكسل شيت دي. دي تقريبا كنت منزلها لوب 1 اصمم بالكود المصري واقارن ما بينه وما بين الساب. اوكي اول حاجه هعملها هاخد الستريننج اكشن احطها زي ما هي زي ما طالع عندي، ممكن ادوس رايت كليك واشوف هنا الستريننج اكشن او اشوفها من الديزاين برضو، يعني ممكن اعمل رايت كليك هنا هو يبقى مختار الكيس الكريتيكال، اخلي المومنت زي اليونتس زي الاكسل شيتس مش فاكر طن متر باين دي 25.42 المومنت
عارف الكوبي دي هتاخد ولا لا. انا بصراحة ما استخدمتش الاكسل شيتس دي من زمان. اوكي وايه تاني؟ وعندك الشير، شير، وعندك النورمال بدام كومبريشن لازم تاخده معاك لو تنشن يعني، برضو ما دخله معاك في الحسابات بس مش هيبقى يعني مور كريتيكال ان انت ما تاخدوش معاك، بس برضو لازم. انا متعود دايما ان اخد سترينج اكشن بالظبط اصممها ما عدا في الكونكشن. الكونكشن الحاجه الوحيده اللي ممكن اخليها مور كريتيكال يعني. طيب ال ال باكلينج بتاع ال ال بي اكس بتاع الرافتر ده قد ايه؟ احنا قلنا بالسنتي هنا 12 متر خلاص. ال ال بي واي قلنا كام؟ 170 صح؟ لا ده دي ال ال انسبورتد، دي ال ال باكلينج واي احنا قلنا خليها 2 في 170. الستيل يوزد ستي 52. السي بي ده يعني ده بتحسبه اصلا من معادله في الكود المصري، يعني مش عاوز اتوهكم قوي اكتر من انا تايه، بس السي بي ده على حسب المومنت اللي على القطاع، على حسب شكل المومنت اللي على القطاع. ليه معادله هنا انا حاططها، ممكن حد يشيك عليا. في الكود المصري ممكن تاخدها 1.3 خلاص، يعني انت ممكن تاخدها 1.3 خلاص او تحسبها بالظبط. يعني الساب هنا حاسبها مطلعها 1.246. اوكي انا بقول لكم ده اقرب كود للكود المصري. السكشن اللي عندنا كام؟ 750 في 5 و 200 في 8 ودي 200 في 8. هتلاقي هنا البروبرتيز بتاعت القطاع عندك، الاريا والاي اكس والاي واي، كل حاجه مكتوبه. هتلاقي ان هو اصلا كله سلندر، خد بالك من النقطه دي وركز معايا عشان في الاخر هقول لك نوت مهمه جدا. تمام ده التشيكس اللي عندي، التشيكات اللي انا بعملها تشيك باكلينج اقل من 180. فجبت الاف سي اي وهشرح الكلام ده بالتفصيل دلوقتي خلاص. بتعمل تشيك على البندنج لوحده، بتعمل الكومبايند ده انا كنت عامل اول ما اتخرجت بس يعني هشرحها لكم بطريقه احسن. ودي المعادله الجنرال بتاعتي، بتشوف بتلاقي ان الريشيو هنا 0.7. يعني ازاي 0.7؟ الساب مطلعها كام الريشيو هنا؟ 0.91. ففي حاجه غلط. ايه هي الحاجه الغلط؟ ان انا الشيت ده ما كنتش عامله يعني ما ينفعش استخدم الشيت ده لو انت عندك سلندر سيكشن. وانت بتعرف ازاي لو غيرت هنا نون كومباكت؟ لو هو نون كومباكت هتلاقي الريزلتس قريبه. طب انا راجل بروفيشنال وبشتغل بسلندر سيكشن عادي والاستشاري بيقبل. في شيت تاني برضه انا كنت منزله اهو، ده بيحسب السلندر سيكشن خلاص. برضو نفس الكلام، هناخد السترينج اكشن وننزلها. ده طن، ناخد الكيو الاول مش هتفرق، مش عاوز اعمل كيو 6.29. اوكي 6.29 ماشي. وعندك النورمال 4.46. هي دي 6.29 دي 4.46. المومنت طن سنتي، يعني انت هتضرب ده في 100 يبقى 2.542. 2.542 طبعا انت بتزود الكلام دي شويه، يعني انا بصراحه بزود الكلام دي شويه اما كنت بشتغل بالاكسل شيت. دلوقتي يعني كان في واحد سالني قال لي انت بتستخدم ايه؟ انا ما بستخدمش حاجه غير السوفت وير، ممكن اعمل حاجه زي تشيك كده سريع بالاكسل بس انا دايما بستخدم السوفت وير يا الروبوت يا الساب. اهم حاجه تبقى انت فاهم ديزاين عشان تثق في الريزلتس، او تعرف يبقى عندك جادجمنت على الريزلتس دي، هل هي صح ولا لا، هي غلط ولا لا. طب انت السكشن انت مستخدمه ده ايكونوميك ولا لا، ولا ممكن تكبر الفلانجات او تزود الثيكنس بتاعها احسن او تزود الدبس احسن. هو ده دي المين بوينت. يعني احنا قلنا ده بسكشن 200 750 200 دي 0.8 صح خلاص ماشي. الويب لوحدها ماشي، ده تشيك شير كلاسيفيكيشن اوف سيكشن. هتلاقي هنا الاكس دي 1012 متر صح، ودي 340 اللي هي الباكلينج
هنا بقى لا، انا هنا الشيت ده كنت عامله زي الساد، دي تكتب 170 وتكتب هنا دي 2، خلاص زي الساد بالظبط، بحيث ان انا اعرف اقارن. هتلاقي عندك الويب سلندر والفلانش سلندر، بص بص الريشيو 0.93، يعني ده معناه ان فعلا الكود 89 ده قريب جدا من الكود المصري جدا. وفي حاجات عاوز اقولها لكم تانية بقى في سلندر سيكشن، يعني المعادلات بتاعته كتيرة، بس مش سهل ان انت تعملها، قصدي مش صعب ان انت تعملها وتفهمها، هي مرة او مرتين وخلاص، بعد كده انت هتستخدم شيت انت واثق فيه. يعني انت زي ما قال المهندس مصطفى النهارده، ما تاخدش الحاجة وخلاص هي ده الصح وتمشي وراها، لا انت برضو اعمل تشيك، ممكن يكون قدامك ده الحاجة غلط او قال حاجة هو مش متأكد منها. في حاجة كمان عاوز اقولها لكم هنا، ان التنشن فلانج لما تقللها، يعني ممكن انت تقلل هنا التنشن فلانج، بص ما فرقتش كتير، فيعني دي حاجة برضو ممكن توفر معاك ان انت تعمل تظبط موضوع التنشن فلانج والكمبريشن فلانج. بص لو قللت الكمبريشن فلانج خلاص سيكشن اون سيف، الاتنين زي بعض 0.93، ممكن اقلل دي شوية 0.6 0.95، خلاص انا لسه في سيف سايد، ممكن استخدم السيكشن ده، والسيكشن ده الشيت ده كود مصري سلندر سيكشن، يعني حساباته يعني انا مراجع عليها مظبوطة تقريبا 100%، ماشي يعني حساباته مظبوطة كويسة، ممكن تستخدمها بس برضو لازم تراجع عليه الاول. خلاص فاحنا دلوقتي عرفنا الساب والديزاين بالاكسل شيت، فاضل لك بقى البريسنج. البريسنج اصلا اسهل يعني، والكولد فورمت برضو هكمل المبنى ده للاخر، بس خلينا دلوقتي اشارك معاكم حاجة كده لقيتها عندي دي، يعني تعالوا نقراها مع بعض. يعني كنت عاملها دي تقريبا وانا بعمل الدبلومه او بعد ما اتخرجت بسنتين كده، ده ملخص حلو جدا، هنزله برضو مع اللينك مع السوفت ويرز اللي انا هنزلها في الكومنت. فهمنا يعني ايه ديزاين الستيل، انا كنت اتلخبط في الكليه، يقول لك اعمل تشيك على الكومباكت سيكشن، مفيش حاجه اسمها تشيك كومباكت سيكشن، انت بتشوف السيكشن اللي عندك نوعه ايه، انت في الستيل ما عندكش غير تو، هما التشيكات عندك اتنين بس، تعمل تشيك على الباكلينج وتعمل تشيك على الاستريسز، خلاص. وبرضه دي هنقراهم مع بعض، بس تخلينا نمشي واحده واحده، دي شويه مقدمات كده كنت فرحان بنفسي بقى، فكنت بكتب خطوات كده اعملها. الفاكتورز اللي عندك، خد بالك انت مثلا لو عندك مثلا كاميرا كرين بيبقى ما فيش اس واحده للقطاع، بيبقى في اس ابر واس لور، حتى لو انت عندك تنشن فلانج وكمبريشن فلانج بيبقى القطاع غير متماثل، فدي بتفرق معاك، بتفرق معاك في الديزاين، بس هي حاجه ادفانسد شويه. يعني ممكن فريش جرادويت يركز معايا وانا احاول ما اتكلمش ايه في حاجات ادفانسد كتير، وبقيه المهندسين اي حد هيقرا الملخص ده حلو، تمام. ده الاوريدي سوبرفيجن ده مسؤول على الباكلينج، الباكلينج لو انت طبعا بتدرس هيبقى عندك لو انت عندك انجل او بريسنج تعمل تشيك على الباكلينج ازاي، دايما الار دي تبقى كريتيكال عندك، خلاص. انت عندك بيندنج ستريسز ونورمال ستريسز وشير ستريسز، هما الثلاث انواع من الستريسز، بتشيك دايما الشير لوحده خلاص، والبيندنج والنورمال دول بتعملهم مع بعض. في حاجه برضو انا كاتبها كده ملخص، الفاتيج، انت لو عندك فتيج لو عندك احمال كرين لازم تاخد الاف اس ار، انا حتى حاططها هنا في الشيت ده، بتبقى على حسب النمبر اوف سايكلز وبتاع، بس يعني خلينا نركز ستريت تو ذا بوينت، انا عاوز اعمل ديزاين لممبر ستيل، ما اعرفش عليه ايه، عليه تنشن بس، عليه كومبريشن بس، عليه مومنت، عليه شير، فانا بشيك على ستريسز وباكلينج، اوكي. بعمل تشيك على الباكلينج، الباكلينج ده طلع اللامدا، بحسب حاجه اسمها اللامدا، اللامدا دي لو اكبر من 100 بيبقى عندي الالاوبل ستريسز حاجه معينه، لو اقل من 100 بتبقى حاجه تانية، صح. هي ليه دي التشيكات اللي عندي اهي، خلي دول قدامك دايما عشان ما تلخبطش، هي اللامدا دي تعمل تشوف اللامدا بتجيب الباكلينج لينث على الار اكس تحسب رقم، الباكلينج لينث على الار واي تحسب رقم، تقارنه بالمية،
لو هو اكبر من 100 بتجيب بقى الاولبل بيندنج ستريسز. ما انت عندك ستريس على القطاع النورمال، احنا قلنا اتفقنا ثلاث حاجات: نورمال ستريسز وشير ستريسز وبيندنج ستريسز. النورمال ستريسز دي الشير ستريسز دي بتتشيك لوحدها. تعالوا نبتدي والمومنت والنورمال مع بعض. تعالوا نبتدي بالنورمال. النورمال ليه علاقه بالبوكلينج، بعد ما تعمل تشيك بوكلينج بتعمل التشيك بتاع النورمال. ف يعني اول حاجه بتعملها موضوع اللمضه عشان تجيب الاولبل نورمال ستريسز اللي انت المفروض ما تعديهاش. طب الاكتشوال اللي عندك كام؟ الاكتشوال اللي عندك هنا محسوبه، هتلاقيها النورمال، النورمال فورس على الاريا. يبقى انت كده جبت الاكتشوال نورمال فورس اللي على القطاع. تمام، مش فاكر هي هنا ولا ايه. انت ممكن تعمل على فكره، انا فاتح الشيت، ممكن تعمل دبل كليك وتعرف انت فين بالظبط وايه الحاجه اللي انت عاوز تعملها. تشيك الفورس على الاريا، اهي دي النورمال فورس على الاريا، ده الاستريس النورمال ستريسز، بتقارنها بال الاوبل نورمال ستريسز. الاوبل نورمال ستريسز دي بتحسبها من اللمضه. يعني انا افضل ان انا اعمل فيديو منفصل تماما عن الموضوع، للموضوع الديزاين ده، لان انا اصلا خلاص فصلت ومش مركز. بس يعني لو حد عاوز يقرا الملخص ده مفيد، يعني حتى بيفهمك ليه اللمضه اصلا فوق ال 100 بتعمل تشيك وتحت ال 100 بتعمل تشيك، لان في حاجه اسمها اويلر لود اللي هو ليونارد اويلر عمل حاجه اسمها، عمل ريسيرش يعني في موضوع الباكلينج ده، جاب ممبر وحط عمل باوندري كونديشن وحط نورمال فورس ماشي، وشاف ان ممكن السكشن ده اصلا يحصل له فيلير من غير ما يوصل يعني للالاو البندنج ستريسز. يعني ستريس عنده تبقى قليله جدا بس عشان طوله هيحصل له باكلينج لو عليه كومبريشن فورس. فانا جايب لك اصل الموضوع بالظبط والريزيديوال ستريسز، يعني حاجه ملخص كده يعني كويس في الزتونه يعني. وليه اكبر لو اللمضة اكبر من 100 ده بيبقى فاست فيلير ملوش علاقه بالستريس. فعشان كده انت بتشيك بايه؟ بالاويلر رول. ده اصل اويلر رول 7500 لندا سكوير، ده تبسيط، ده يعني تبسيط للقانون نفسه. تمام، لو اقل من 100 بقى بتبقى ليها علاقه باليلد سترينث. اوكي، شويه حكايات برضو مفيده يعني الميكانيكال بروبرتيز. اوكي، ازاي بتعمل الكومباكت والنون كومباكت. ايه تاني؟ في حاجه مفيده هنا، اللاترال تورشن باكلينج بتجيبه ازاي، كذا او كذا. يعني ملخص ممكن يبقى مفيد يعني للناس اللي هي لسه متخرجه او الناس اللي عاوزه تدرس ستيل كويس. وممكن نشرح الموضوع ده بالتفصيل لو انتوا عايزين، لو هو كفايه خلاص. فاهمين قصدي؟ يعني لو هو كفايه كويس، لو عاوزين زياده، لو ليه بقى ايه هو بقى البلاستيك سيكشن او كومباكت سيكشن ونون كومباكت سيكشن، ممكن نشرحهم بالتفصيل في فيديو تاني. بس ممكن كده اكون خلصت النهارده، يا رب بس اكون عرفت اوصل المعلومه النهارده. انا فاصل خالص، فنعمل ملخص تاني اللي احنا عملناه النهارده. في يوسفل تولز احنا هنستخدمها، هنزلها لكم في لينك في اول كومنت مع ملخص الديزاين اللي انا لقيته معايا ده، لسه والله محتفظ بيه، ما فتحتوش بقالي سنين يعني. وعملنا انترودكشن على الساب، عرفنا ازاي نعمل 2D ديزاين لفريم، هنكملها برضو ان شاء الله لغايه لما نوصل ل 3D. نفس الجوبايه دي هنعملها 3D، وبعد كده نحط ميزانين، وبعد كده نحط كرين، نعمل ديزاين للكولد فورمد كده. وعرفنا ازاي نستخدم الاكسل شيت اللي انا حاططها، لان انت لو مش عارف تستخدم الاكسل شيت اصلا، يعني لازم اللي عامل الاكسل شيت ده يقول لك، يا الا انت هتتعب. فانا حاولت النهارده اشرح ازاي تستخدمها. وعرفنا برضو موضوع ان الايديا ده يعني لما تعمل الموديلنج للكونكشن بالظبط في حاجات ممكن ما تسيبش معاك. يعني هل انت محتاج دياجونال ستيفنر هنا؟ هل انت محتاج تحط دبلر بليت؟ يعني الحاجات دي برضو مهمه يا جماعه في الكونكشن. يعني العمود ده الثيكنس بتاعه 5، الويب ده الثيكنس 5، هل هو كفايه ولا مش كفايه؟ في ناس بتحط بزياده وخلاص، ماشي يا عم انت بتحط بزياده، بس انت بتكلف المصنع وقت ماشي، وبتكبر مثلا الثيكنس بتاع الاستيفنر ده. لا، ما هو مش ويت، ما انت من الاستيفنر ده ما تخليه 16 مش 10، لا ده مش ويت بس، لا ده انت المفروض هيحصل له بريبريشن عشان تلحم، فانت بتعطل الدنيا. فبس فانا يعني هو ده الموضوع الفيديو النهارده، ويا ريت تقولوا لي
ايه، تقولوا لي انا النهارده يعني عرفت اوصل المعلومه ولا لا، ولو حابين نبتدي نكمل الفيديوهات نعمل ساب ولا روبوت، نبتدي بايه فيهم، ايه البريوريتي اللي عندكم. موضوع الديزاين ده لو بريوريتي يا جماعه للناس اللي لسه فريش جراديويت او لسه بتدرس، قولوا لي برضو انا هحاول اساعدكم فيه وابذل مجهود زياده. بس ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي.